الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن أيها الإخوة، سنقوم بتعليمكم الطريقة كيف ننشر البوسترات، يعني كيفية النشر البوسترات الدعوية. فأول شيء يظهر في صفحة الفيسبوك، هذه الأمور، والبوسترات طبعا ستجدونها في صفحتنا، يعني في صفحتنا. أول شيء انظروا إلى الجهة اليسرى، طبعا لا يظهر لك هذه الصفحات في الجهة اليسرى إلا بعد الانضمام أو بعد أن تتابع، يعني هذه الجروبات قبل أن يظهر لك، يعني بعد المتابعة، يعني فالو، في كلمة فالو. فطبعا نفترض أنكم تم المتابعة إلى هذا أو هذا الجروب أو هذه الصفحة، فاضغط مثلا إسلام فور التغالب، إسلام فور التغالب، هذه صفحة خاصة للمكتب، فتجدون البوسترات في هذه الصفحة، فاضغط على هذه الصفحة، يظهر لكم في صفحة في إسلام فور أول هذه الأمور. بعدين ماذا تفعلون؟ انزل قليلا، انزلوا قليلا، أيوة، مثلا هكذا. يعني عندكم خيارات، يعني من البوسترات، يعني في بوسترات كثر يعني في هذه الصفحة. فنفترض مثلا هذه صفحة، يعني الذي ظهرت في صفحة الإسلام فور أول، أول شيء تنظر مثلا في لايك، إعجاب، في كومنت، رسالة، في شير. الشيء الذي تبحثونه كلمة شير أو نشر، هذه الكلمة التي ستبحثونها للنشر البوستر الدعوية، البوسترات الدعوية. فطبعا أول شيء كما قلت لكم، بعد أن يتم انضمام إلى الجروبات، فالخطوة الثانية تقومون بنشر البوسترات. فكما قلت لكم، ادخلوا أولا إلى صفحة الفلبينيين أو صفحة المكتب في فيسبوك، ما نسميه إسلام فور أول. بعد الضغط سيظهر لكم هذه، بعدين انزل قليلا حتى ستجد البوسترات يعني. ثم ماذا تفعل؟ نفترض أن نختار هذا البوستر، كما قلت لكم اختار في خيارات لايك، كومنت، شير. شير بمعنى نشر، فاضغط على هذا أو هذه الكلمة. طبعا بعد انضمام الجروبات، تم أنك عندك جروبات الآن. الآن عندك جروبات، بعد تقريبا بعد 10 أيام، بعد 10 أيام يمكنكم نشر الجروبات. يعني هذا نصيحة لكم، قوموا أولا بانضمام الجروبات، وابدأوا بنشر الجروبات بعد أن أتممتم الدخول والانضمام إلى 100 الجروبات. كما قلت لكم لكل يوم، كما قلت لكم سابقا، لكل يوم يكفيكم 10 جروبات. إذا بمعناه بعد 10 أيام يمكنكم أن تبدأوا في نشر البوسترات، والآن ستقوم بنشر يعني بعد 10 أيام. الآن عندك جروبات، فافعل هنا، اضغط شير، أيوة، انزل قليلا مثلا، انزل يعني النزول والصعود فقط، هذا في الجهة اليمنى، هذا اضغط على هذا، وإذا فوق هكذا. سأعيد مرة ثانية، اضغط شير
يعني أنك ستنشر هذا البوستر واضغط كلمة شير هكذا، سيظهر لك الخيارات شير جروب، شير تو بيج، كابي لينك. يعني أنك ستنشر هذا البوستر إلى جروب، الجروب ليس على البيج، لأن البيج هذا الآن قد أنت موجود داخل البيج. فعملكم أو مهمتكم نشر البوستر إلى جروبات، يعني أول الخيار شير جروب، اضغط على هذا. طيب عندما ضغطت على هذا فيظهر تحت هذه الكلمة البوستر، يعني الجروبات التي تم انضمام. رأيتم موجود الجروبات تحت تم الانضمام، فيمكنكم شير، اضغط على هذا، اضغط على كلمة شير. طيب أيوة ضغطت الآن، يعني الآن في كلمة صحيح، بمعنى قد تم نشر البوستر هذا. فكذلك يكفيكم كل يوم أن تنشروا إلى 10 جروبات أيضا، يعني يكفيكم أن تنشروا لكل يوم 10 جروبات. هذا واحد. ثاني، عندما أنزل الآن، عندما أنزل فأخذ هذا حتى يظهر لي الجروبات هكذا هكذا هكذا. مثلا لا يظهر الجروبات الأخرى، فماذا أفعل؟ كما قلت لكم، أي كلمة علمتكم قبل، كباين بينوي التي انضممت إليه، اكتبوا بينوي. أيوة، إذا يعني ليس هناك جروب الذي انضممت من كلمة بينوي، اكتب كباين، لا يوجد أيضا او اف دبليو. أيوة، الآن كلمة او اف دبليو دخلت في مجموعتين، يعني هناك مجموعتين من كلمة او اف دبليو تم انضمام إلى كلمة او اف دبليو هكذا كما علمتكم. فهناك مجموعة تم الموافقة إلى الانضمام، فأنا سأضغط على هذا، سأضغط على كلمة شير حتى يتم نشر البوسترات. ولا تنسوا أن تحسبوا كم عدد نشرتم، لا تكثروا، لأن لو أكثرتم النشر قد تمنعون إلى النشر بعد ذلك، قد تمنعون إلى النشر بعد ذلك. فلا تكثروا يوميا، لا تزيدوا على النشر إلى 10 جروبات فقط، يعني 10 جروبات هذا كثير. لعل إن شاء الله فهمتم. نعيد مرة ثانية، نعيد مرة ثانية. أول خطوة عندما تقوم بنشر البوسترات، فلا تنسوا انظروا إلى الجهة اليسرى ويظهر لكم إسلام فور أول. طبعا سنعلمكم كيف طريقة الانضمام إلى أو المتابعة إلى الصفحة، فاضغط إسلام فور أول حتى ستجد البوسترات، ستجد البوسترات، البوسترات موجود تحت هكذا، يظهر لك بوسترات، يعني تختار بوسترات هذا يوميا، يوميا يعني بوستر جديد، يعني لأن لو تكرر البوسترات يوميا، لمثلا هذا البوسترات نشرت اليوم 10 ثم غدا نفسه، هذه مشكلة، يعني قد لا يقبله الفيسبوك، قد لا يقبله الفيسبوك. فماذا تفعل؟ أولا في خيار تحت إعجاب، يعني لايك، كومنت، شير، فأول شيء تختاره الشير.
إذا تشير يظهر لك شير تو جروب، يعني أنك ستنشر هذا البوسترات. بعدين انزل قليلا، يعني يظهر لك الجروبات التي ستختار أين ستنشر هذا البوسترات. فهناك في الجهة اليمنى شير، بمعنى إذا ضغطت الكلمة شير أنك ستنشر البوسترات. مثلا أضغط على هذا، أيوة، بمعنى قد تم نشر البوسترات. وكما قلت لكم اختار مثلا عندما أنزل ما يظهر لي إلا هذا فقط، بوست هذا ما يظهر إلا هذا، فماذا أفعل؟ أكتب الجروبات الذي دخلت، كما قلت لكم بينوي، يعني ما في جروب بينوي قد قبلته كباين، ما في أحد إذن أو إف دبليو، يعني في 2 جروب من أو إف دبليو، يعني قبلته من جروب التي بحثتها عن كلمة أو إف دبليو هكذا. بعدين أضغط شير مثلا، قال قد نشرت البوستر. طيب فماذا تفعل بعد ذلك؟ بعد النشر ماذا نستفيد؟ ستستفيد بعد النشر، اذهبوا إلى نوتيفيكيشن، يعني شعارات، يعني في هنا كلمة، هذه في شعار هذا يسمونه نوتيفيكيشن أو نوتيفيكيشن ميل أو الجرس، فاضغط على هذا ف سيظهر لكم لايك مثلا. مثلا لو دخلت في الجروبات، نفترض هذه الجروبات مثلا، أين الذي نشرته؟ الشيء الذي تبحثون عنه لايك، هذا لايك في رقم 67، يعني 67، فيمكنكم تضغط على هذا، يظهر لكم الأسماء الذين قاموا بإعجاب البوستر، بمعنى هم يحبون هذا البوستر، فيمكنكم أن تأخذوا هؤلاء، يمكنكم أن تأخذوا هؤلاء و تأخذ أسماءهم، ويمكن ندعوهم إلى الإسلام، يمكن ندعوهم إلى الإسلام. مثلا هذه الأسماء بمعنى يعجبهم البوستر، فيمكن يرغبون في معرفة الإسلام، يرغبون في معرفة الإسلام، فخذوا أسماءهم، مثلا يوسف ألفا، ميلين، مثلا إندسار، يعني بعضهم مسلم وبعضهم غير مسلم، فيمكن ندعوهم إلى الإسلام لعلهم يسلمون إن شاء الله. وإلى هنا أيها الإخوة، تم تعليمكم طريقة نشر البوسترات إلى الجروبات، وأعيد مرة ثانية، لا تكثروا إلى نشر الجروبات يوميا، على الأكثر لا تزيد على 10 مرة أو 10 جروبات يوميا، ولن يتكرر نفس البوستر يوميا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.